أعلنت أوكرانيا استئناف تصدير الحبوب من موانئها الثلاثة عبر البحر الأسود، وذلك عقب تدشين مركز التنسيق رسميا في اسطنبول بموجب الاتفاقات الموقعة في 22 من الشهر الجاري بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة. وسيكون هذا المركز مكلفا بإجراء عمليات تفتيش السفن لدى وصولها لإسطنبول للتحقق من أنها لا تنقل إلا الحبوب. الاتفاق سوف يسهم في انخفاض أسعار الحبوب، ونأمل أن تتوصل الأطراف لاتفاق مماثل بشأن الطاقة. التوقيع على الاتفاقية يشكل نقطة تحول مهمة جدا، وهناك أكثر من 25 مليون طن من الحبوب عالقة في الموانئ الأوكرانية. إن الوثائق التي ستوقع في سياق تنفيذ الاتفاق ستبقى سارية 120 يوما، وتجرى مراجعتها بعد ذلك. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مفدنا عماد الأطرش، ومن إسطنبول مراسلنا محمد المشراوي. أبدأ معك محمد، يعني اجتماعات إذن للجنة، لجنة اتفاق تصدير الحبوب لتنظيم آلية خروج وتصدير الحبوب الأوكرانية، ماذا في تفاصيل هذه الاجتماعات؟ تبحث التفاصيل الفنية لعملية الإشراف على سفن الحبوب من الموانئ الأوكرانية وصولا إلى مدينة إسطنبول وحتى انطلاقها مجددا إلى الموانئ العالمية وفي طريق عودتها. في تفاصيل هذه العملية يشرح شيئا منها وزير الدفاع التركي خلوس أكار خلال افتتاحه اليوم مركز التنسيق المشترك للحبوب في مدينة إسطنبول ونحن نتواجد فيه الآن. قال إن عملية الفحص ستتم بوسائل الاتصالات، عملية المراقبة ستكون بوسائل الاتصال المختلفة بتقنياتها العديدة سواء بالإنترنت أو بالأقمار الصناعية وغيرها، علاوة على عملية التفتيش والتدقيق والرقابة المباشرة لتلك السفن انطلاقا من عملية تعبئتها في الموانئ الأوكرانية الثلاثة ووصولا إلى مدينة إسطنبول وحتى عند تفريغ حمولتها، وطبعا مراقبتها طوال رحلتها وسائل المراقبة المختلفة سواء بالجو من قبل الطائرات أو حتى من الأقمار الصناعية. تركيا تأمل من خلال هذا الاتفاق الذي أسهمت بشكل فعال دبلوماسيتها في التوصل إليه أن يتوج أيضا ويمهد لوقف لإطلاق النار بين كل من موسكو وكييف، حيث تأمل أن تسهم هذه الجهود باستئناف المحادثات الرامية إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار ووقف الحرب، تبعا لرؤية أنقرة وجهود الأمم المتحدة التي تدعم هذه المساعي. بشأن توقيت انطلاق وترجمة هذه الاتفاقية، المتحدث باسم الرئاسة التركية قال إنه ممكن في غضون أسبوعين أن تكون هناك أولى السفن تنطلق من الموانئ الأوكرانية. وزير الدفاع التركي اليوم قال إن عملية التحضير بدأت بالفعل لإطلاق أولى السفن، وهذا من شأنه أن يقلل ويخفض أسعار القمح والحبوب حول العالم وأن يحدث انفراجة في أزمة الغذاء. هنا أنتقل إلى كييف معك عماد، يعني تزامنا مع تدشين مركز تنسيق صادرات الحبوب في إسطنبول، كييف تعلن استئناف تشغيل موانئها الثلاثة، ماذا في التفاصيل هذا الإعلان؟ نعم فيصل، البحرية الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة البحرية العسكرية هي التي أعلنت بأن المرافق الثلاثة أصبحت جاهزة لبدء العمل، وهي مرفأ أوديسا هو أكبر المرافق الأوكرانية، ومرفأ تشيرموسك في مدينة دائما في مقاطعة أوديسا، ومرفأ بيفداني في مدينة يوجني وهو أيضا في المقاطعة المذكورة، جميعها على البحر الأسود. طبعا هذه الموانئ أصبحت جاهزة من الناحية اللوجستية للبدء بعملية التصدير. نذكر بأن هناك سفن عالقة في البحر الأسود وفي الموانئ الأوكرانية قبيل اندلاع الأزمة وقبيل بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بطبيعة الحال، وهذه السفن ربما ستكون هي الأولى في بداية عمليات الشحن المحاصيل الزراعية الأوكرانية تحديدا. وزير البنية التحتية كوبراكوف ألكسندر كوبراكوف سبقا ذكر بأن مسألة التصدير ستكون في غضون أيام قليلة، كان من المتوقع أن تبدأ اليوم، ولكن يبدو
يبدو أن هناك أمور لوجستية ما زالت بانتظار بعض الإجراءات لآلية التنفيذ. طبعا البحرية الأوكرانية ستقوم كما ذكرنا بمرافقة السفن، لأن أوكرانيا رفضت تماما مسألة إزالة جميع الألغام من المناطق المحيطة بموانئها بطبيعة الحال والتي زرعتها مع بداية الحرب. سترافق البحرية الأوكرانية السفن المحملة بالمحاصيل الزراعية الأوكرانية عبر ممرات آمنة، لأنها هي تعرف أين هي هذا الألغام، وسيتم ربما إزالة بعض تلك الألغام من أجل فتح ممرات بحرية آمنة. مسألة التفتيش ستكون حسب ما علمنا طبعا ستكون عند المضائق. تعلم بأن اتفاقية مونترو هي التي ترعى سيادة تركيا على المضائق مضيقي البوسفور والدردنيل. مسألة التفتيش التي ستقوم بها أو سيقوم بها مركز التنسيق الذي يضم مشاركين أو ممثلين عن الدول أو الأطراف الأربعة، روسيا وأوكرانيا وتركيا وطبعا الأمم المتحدة، ستتم عند المضائق البوسفور والدردنيل ربما للتأكد من مسألة الحمولة وحمولة السفن من المحاصيل الزراعية. الرئيس الأوكراني توقع بأن في حال تمكنت أوكرانيا، بالمناسبة الطاقة التشغيلية لميناء أوديسا هي 40 مليون طن سنويا، فلك أن تتخيل إذا كانت هناك محاصيل زراعية أوكرانية جاهزة تزيد عن 20 مليون مدى المدة التي تحتاجها هذه الموانئ الثلاث من أجل تصدير هذه المحاصيل. زيلينسكي الرئيس الأوكراني قال بأن مسألة إذا تمكنت أوكرانيا من تصدير جميع محاصيلها من السنة الفائتة فأن ذلك سيدر نحو 10 مليارات دولار على الخزينة الأوكرانية التي بحاجة إليها. سنبقى على اطلاع منكما عن مسار تطبيق هذا الاتفاق وضبط آلياته من كييف. مفادنا عماد الأطرش، ومن اسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي. شكرا لكما.